لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ملعب المسيرة بأسفي الذي يحتضن قمة الجولة 13 للدوري الاحترافي إنوي حيث يستقبل فريق أولمبيك أسفي فريق الوداد الرياضي البيضاوي. مباراة مهمة للفريقين، صاحب الأرض دوار جمهور يسعى لتسلق الدرجات وإنهاء شطر الذهاب في مرتبة مريحة، والوداد عينه على الصدارة وتدويب الفارق على الغريم الرجاء المتصدر. أجواء حماسية، حضور جماهيري كبير، جماهير أولمبيك أسفي التي تحضر خلال هذا اللقاء جيد. تلقت شباك 28 إصابة، بالتالي الفريق يسعى انه يحقق الامكانيات وخصوصا اللي ظهر بها الموسم الماضي، سجل 13 هدف. وليسار بوجنو كان متبوع كل مره، ترجع كره بجانب فيدات فريق الوداد، رفعت كره في القائم الثاني، هذه فرصه لفيدات فريق الوداد، لاعب هشام ابراهيم، هذه فرصه رفعت كره وتدخل الحارس، فرصه لفيدات فريق الوداد امام كل من بوليسامبو جونيور. وكذلك كان التواجد ديال اللاعب اسماعيل دي هشام ابراهيم، هذه فرصه تمريره داخل منطقه الجزاء ممتازه لفيدات فريق الوداد، ولكن كانت بعيده شيئا ما على سيف امكانيه المراوغه دائما، فرصه ترفع الكره راسيه وبوليسامبو جونيور، الكره تمر جانبا من القائم الايمن، فرصه اخرى لفيدات فريق الوداد، تمريره اكيد الان في مكان اخر وفي مهمه اخرى، مهمه ظهير حكم كان يلعب الكره داخل منطقه الجزاء، لعب الكره دائريه الراسيه ديال يوسف الجري ومشات خاطئه، يحيى جبران الحكم يقول ما كاينش هناك خطا، هذه فرصه الهدف، فرصه والهدف الاول، هدف اول لفائده فريق اولمبيك اسفي من خطا على مستوى التغطيه ومحاوله ابعاد الكره، اولمبيك اسفي ينجح في وضع الكره في الشباك، هدف اول بواسطه اللاعب ابراهيم البحراوي. ابراهيم البحراوي فرحه كبيره للاعبين، هل كان هناك خطا؟ اذا متابعه الصوره، اذا رضوان جيد سيتابع الصوره، هل كان هناك خطا على العميد يحيى جبران؟ رضوان جيد، اذا هناك خطا، اذا الغاء الهدف وخطا لفيدات فريق الوداد وخطا للعميد يحيى ابراهيم، محاوله تمرير الحكم كيعلن على خطا. لعبات الكرة داخل المستطيل الصغير، هناك إصابة ديال أحد اللاعبين، الحكم كيطلب مستطيل في الوقت كيعلن أن بوليسامبو جونيور دائما محتفظ بالكرة، وراه الحكم كيقول شرط لفيدات فريق نصرة، تمريرة في اتجاه اللاعب إبراهيم البحري، تدخل الحكم كيعلن على الخطأ، الحكم كيعلن على الخطأ لفيدات كتكون دائما حاضرة، هذه فرصة داخل منطقة الجزاء بوليسامبو جونيور، فرصة وتسديدة مشات فوق المرمى. بوليسامبو جونيور طريقة ممتازة باش خدع الكرة، يسدد الكرة كتمشي فوق مرمى الحارس خالد علوي. تلاحظوا من جديد ونتابع هاد التمريرة طرف لاعب زكريا عضراوي، بوليسامبو جونيور التمريرة، هذه فرصة وسط لاعب يوسف الجاري محاولة دخول، هدف أول لفائدة فريق أولمبيك أسفي وسط يونس النجاري، مرتد هجومي سريع يستثمر يونس النجاري، يضع الكرة في الشباك وهدف أول لفائدة فريق أولمبيك أسفي، مرة أخرى ينجح على مستوى المرتدات الهجومية السريعة في الوصول لمرمى الحارس يوسف المطيع، فرحة كبيرة لجماهير أولمبيك أسفي بهذا الهدف، هدف يونس النجاري. سنتابع مرة منطقة الجزاء بوليسامبو جونيور، فرصة تدخل الحارس دائما ممتازة، تسديدة يحيى عرضية الله ولكن الكرة مشات فوق المرمى، فرصة لفيدات فريق الوداد، بوليسامبو جونيور الكرة بالرأس وتدخل لفيدات فريق الوداد، تمريرة داخل منطقة الجزاء، تدخل المدافع ياسين كرداني كيبعد الكرة بالرأس كترجع من إلياس الشطي ديال يونس الجاري، تمريرة لهابا بونيفاس، الحكم كيقول ما كاينش هناك خطأ وبالتالي ما كاينش هناك ضربة جزاء، بالتالي كيطلب مواصلة اللقاء في الوقت لجوج ديال اللاعبين مازال ساقطين فوق أرضية، دخول ديال يحيى جبران مرة أخرى، يحيى عطيطلا كيرفع كرة داخل منطقة الجزاء ولكن كرة أقرب للحارس خالد علوي كبيري، حاولت ربح بعض التوالي عطيطلا على المستوى الجهة اليمنى، الرأسية ديال بوليسامبو جونيور والحكم كيعلن على خطأ وإنذار للاعب والمهاجم السنغالي نادي السعيد اللي اعتل فيه، تلعب الكرة في القائم الثاني، تدخل ممتاز وإبعاد الكرة من طرف الحارس يوسف مطيع، خروج أولاجم رفع الكرة في القائم الثاني وتدخل الحارس، تدخل الحارس خالد علوي كبير الحكم المصري، هذه فرصة لفيدات فريق أولمبيك أسفي، دخول داخل منطقة الجزاء بونيفاس والهدف، بونيفاس والهدف الثاني لفيدات فريق أولمبيك أسفي،
عبا بونيفاس يضع الكرة في الشباك وهدف ثاني لفائدة فريق أولمبيك أزالي. فرحة كبيرة لأصدقاء خالد علوي وللمدرب زكريا عبوب، تقريبا بنفس الشكل وبنفس الطريقة، مرتد هجومي انطلاقة ديال عبد الرحمن كساك الذي يمرر في اتجاه لاعب الغي. تابعوا الخطأ، تابعوا الخطأ لأولمبيك أزالي، تابعت الكرة مباشرة مشات فوق المرمى، تسديدة قوية مشات فوق المرمى، تسديدة سليمان العمراني لاعب يونس الجاري، كرة بالرأس من أمين أبو الفتح وخطأ لفائدة فريق الوداد، وسيكون هناك إنذار. محاولة بواسطة اللاعب سعد البوسلي، البوسلي تسديدة مشات فوق المرمى، تسديدة قوية لاعب الشرقي البحري، الشرقي البحري، الشرقي البحري، وتسديدة وتدخل الحارس، تدخل الحارس خالد علوي. فرصة ومحاولة بواسطة ونجم، ونجم تمريرة عند يحيى جبران، جبران الحكم كيقول هناك خطأ، جبران سقوط ديال العميد فريق الوداد والحكم كيقول خطأ على مشاري ونعطيو الأمطار القانونية. في الوقت الحكم الآن غادي يمشي، كان هناك حديث مع حكام الفار، هل كان السقوط وكان الخطأ داخل منطقة الجزاء؟ هل هناك ديال رضوان الجيد بعد متابعة الصورة؟ ضربة جزاء للوداد، ضربة جزاء للوداد. الشرقي البحري تدخل الحارس، تدخل الحارس خالد علوي يتألق ويبعد الكرة. الشرقي البحري يسدد وخالد علوي في المكان المناسب يتصدى. هشام بن سفيان، بن سفيان يدخل داخل منطقة الجزاء، فرصة تمريرة، فرصة الهدف، الهدف، الهدف الأول، الهدف الأول لفائدة فريق الوداد بواسطة بوليس رامبو جونيور. أول فرصة وأول لمسة لهشام بن سفيان يراوغ ويتوغل داخل منطقة الجزاء، يمرر في اتجاه اللاعب السنغالي بوليس رامبو جونيور الذي ينجح في تسجيل الهدف وبالتالي تدويب الفارق، جوج الأهداف مقابل هدف واحد.